تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المقدمة دي يعني ما ندويت سواء أخرني كتاب إعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، هذا كتاب كيوان قده وقلينا هدي اللي يراهدو كتاب كسي سبع وحكود سيني هاي سؤال هي جواب سؤالها هي جوابها وحي قارين معناها سؤاله وحي قارين لو بقول إيوه لواتن إيه لبس سؤاله ومدول بجوابتين إلى صعته وحانا كودان كتاب كان عقيدة أهل السنة لما وحيد قال لك سابسا أما مارت روبية دي هالنقضة أما توحيد الأسماء والصفات هالنقضة علوم عاوة توحيد المعرفة والإثبات يعني هنا أقون ستو وحي لغو خبره لغو الشيغي هذا نقض سكتو لو ذا مركب حال اسكو يرادا توحيد المعرفة والإثبات بل اسكو يرادا أما هو لك لقاداه منه وتوحيد الربوبية لغير هذا وحي كسابسا ألا إنو نأبوري وسو نمامله وسو نأرزقه ونعم ودن ونوغلي منه وإن الله كريه لعابده وعباده وسو نغمدين هاي وحن كوضا توحيد عباده ولما أننا قارن توحيد الربوبية وحن الواوحي خلق إيو مامل إيو كسابسا وغاية ربوبية ذا سو عام إيو ماركتي خاص كلا له إيو أسماء وصفات وحلو وحي ألا أونو الشيغي أو تلمامه يسأي مقعيد يسأح إن الرمينو سيدنا لو الشيغ أو ظاهر كياد أنكو قادن أو أنسقن أو أنن ماركتي بدلين أو أنن تحريف إيو تأويل كسامين أو أن أقبلن خبرك ألا إيو خبرك رسولك صلى الله عليه وسلم سببتو ألا وحنا فتي سكي قاني مجران كذبنا رسولك الله صلى الله عليه وسلم وحكي قانا ربي سي مجران سادتا إساقا لو وحيو دا ووحي كسو دقا مركا وحا كوب واجب خلقيقا تسليم وحليرا وهو قانسا يا إنقياد يا قبول إن لقهرو مركا يتوحيدك عبادة دا أو الله إن تكليشو أو أتقرتو إنو عبادة كليس مدنيهي وحكى العبادة لو داقا آني جيرين انت آد نوشة هينا آد التزامتو إنا سيكري عابدين هو آد وحكى العابدين ودولالك العبادة آد وحكى سينينين إلا إساقاكو أبورتي إساقاكو له إساقاكو أرزقه نعمك إساقاكو قلي مركا عبادة إساقا كليها كامودان كاسمة توحيد عبادة ليران مركا ووحي توحيد كسابسا إيوه إن أركانت إيمان كوردان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أركانت إيمانك اللي حدا هيد كل شيء وكوضح الله وكوضح الله ويحكو سابسا توحيدك أما سمارة وحن اللي يراهدو الأسماء والأحكام إذن وكوضح الله هو محي أسماء محيطاي وإن اللي يراهدو مسلم مؤمن تقي بر فاجر اسماء دي من نوع وين اكسنتهي من نوع يحنته كل ولا قهد الله اي احكام تا اسماء داس الدنيا اخره يعني مركه مؤمن اللي يراهدو يعني ادونك مركه اللي جوه وحوم كيس مخويه اخره مركه تبا وحوم كيس مخويه منافق ادونك مركه اللي جوه وحوم كيس مخويه اخره مركه تبا وحوم كيس مخويه مباحث تاسنا وحا لا يراهدا مباحث الاسماء والاحكام بلا يراهدا وحا كل ما ماشي اسم منك مرجئه اللي يراهدو يا كل ماي هي إن من كل يراهدو خوارجته وواحد الأسماء والأحكام ويكل من خوادتك مؤمنين تها أقواس قال لما كحكمي
inkastoo khawaarijta iyo muctaziladu waxyaaba qaarkood isku khilaafsan yihiin, laakiinse yani xaqiiqat lamr dadkii yani kabaa'irta la yimid waxay leeyihiin naartii ku waaran, yay isku waafaqsan yihiin. Yay qolan waxay leedahay adduunka gaalo ku magacaabi mayno, manzila bayna manzilatayn waay. Aakhira laki waxay isku waafaqsan yihiin inay naartii ku waarayaan ahlu sunnu, laakiin maya waxay leeyihiin qofkii kabiira ku dhaca waa taxta almashiica, haduu alla doono wuu dhaafi karaa, haddii alla doonana waa cadaabaya. Laakiin dad la cadaabaya jira, waa la hubaa in dad la cadaabaya ay jira, marka waa in la cabsadaa, sababtoo kuwii la cadaabaya iyo kuwii loo dhaafayay kuwaad gelaysa aduu garan maysid, marka waa inaad is-ilaalisaa. Marka masaa'ishaas waxaa la yidhahda iyagana masaa'il asmaa walaxkaam baa la yidhahda. Saxaabadii rasuulka sal alla slam mowqifka laga istaagay, niman baa saxaabadii badankood gaalnimo ku xukmiyey ama fisqi ku xukmiyey dhowr xabo oo maaragtay farag ku tirisa intay soo reebeen guluwi ku sameeyey, waa nimanka raafidada la yidhaahdo, shiicada raafidada ah nimanka la yidhaahdo, saxaabadii mowqif maaragtay xun bay ka istaageen oo badankood way gaalaysiiyeen oo gaalnimo ku xukmiyeen, wax yar ay soo reebeen guluwi ku sameeyeen oo aalubeydka ay maaragtay yidhaahdeen. Nimankan maaragtay khawaarijta ahuna iyaguna saxaabada wax badanoo kamida way takfiiriyeen, laakiin iyagu nimanka khawaarijta la yidhaahdo Abubakar iyo Cumar uma dhowaadaan, agtooda waa heer sare ka yihiin. Laakiin nimanka raafidada la yidhaahdo labadiina uu fadliga badnaa ummadan iyay yidhaahdeen waa gaalo maalasaf. Marka saxaabadiina mawaaqif xuni ka istaageen nimankaas khawaarijta iyo raafidada, laakiin ahlu sunnadu way tawalliyaan kulligood, waa ay jecel yihiin waa garatay, waana ay difaacaan. Laakiin guluwi kuma sameeyaan, guluwi kuma sameeyaan, manacayaan oo carabkooda iyo qalbigooduba saliim buu u yahay saxaabadii rasuulka sal alla slam. Marka masaa'isha ku saabsan sunnada iyo bidcada, ma garatay maxaa maaragtay bidca ah maxaa maaragtay sunna ah yuu ka hadlaa sheikhu. Wuxuu ka hadlaa wixii iimaanka kasoo horjeeda iyo towxiidka oo kufri iyo shirki ah, maxaa lagu gaaloobaa, maxaa diinka looga baxaya, maxaa lagu ridoobaa, waxaas dhan uu ka shakeynaya, ma garatay. Marka shirkiga kiisii weynaa iyo kiisii yaraa iyo kulli wuu ka hadlaaya. Marka towxiidkiina wuu ka hadlayaa, didigiisina wuu ka hadlayaa, wax ama maaragtay asalkiisii baabi'inaya amase kamaalkiisii baabi'inaya, towxiidka kamaalkiisii baabi'inaya kulli, oo maalan shirkiga asqalka iyo wax noocaasoo kale kulli wuu ka hadlaa. Sida aan sheegnana arkaanu iimaan dhammaanteed waa uu ka wada hadlaaya, wuxuuna soo daliilsanaya sheikhu aayaadkii iyo axaadiistii. Masaa'ishii uu ka hadlaayo waxaa kamid a wixii aakhira ku saabsan, inkastoo arkaanu iimaanka maaragtay ay soo gelayso oo alyowm alaakhir ay tahay, laakiin haddana si tafsiila yuu uga hadlaaya, yani qadarkii si tafsiila yuu uga hadlaaya, iyo dadkii ku lumay abwaabtaas yuu ka hadlaaya. Kufriga anwaacdiisa dhan wuu ka sheekeynaya, wuxuu ka sheekeynayaa kuhaanta matalan loo tegaayo, nimanka xidigaha iyo ka faaliya maaragtay loo tegaayo ama waxooda la rumaynaayo, tufka iyo waxaa ku saabsan sixirka iyo saaxiriinta wuu ka sheekeynayaa. Marka kabaa'irta wuu ka hadlaayaa, toobadii iyo waxa noocaas oo kale wuu ka hadlaayaa. Marka waa kitaabku runta waa kitaab aada u qiimo badan oo abwaabtii towxiidka iyo caqiidada yani si cajiib la uga hadlay, oo usluub sahlanna ku qoran, oo kitaabkii iyo sunnadii maaragtay ictimaaday oo cuskaday. Marka yani awliya maxaa la yidhaahdaa wuu ka hadlaayaa, طائفة منصورة مارتي وكا هضلايا. مركا وكتاب آدي آت رنتي أقيمة بضن وإن لقود دالو وإلا حفظيه مضن سيقفك باب كاس أخبارته إيه باب كعقائدة وقا توصنا هذا وان أسهلا يحي أوضتك مارتي مبتدئين تأ أدبو أنفعايا. سؤال شكوات wuxuu yidhi sheikhu maa awalu maa yajibu cala alcibaad
ومحي وحا وهر الدومة ذكو واجبة جوابت مركب حيتها أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وحا وهر الدومة ذكو واجبة وإني قرتان أمر كي يغا لو أبور سبب تي لو أبور أيغا أو وأخذ عليهم الميثاق به وكقاضي ألا ما ركتي بلنكي أتكا وكقاضي ميثاقاس وعلى إشارة يا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أيضا الإشارة يا. يعني واحد حستان وقتي ألا أماركتي قبتي بني آدم كي أوكا قبطي دبردو دي فرعو دي أوكا سوبحي أونا مرق أغيالي نفتو دا وأوكو يري ميانا أنوغ معبود كي إني أهين كي عبادة إنكا مدنا وكا سوحي ريدن ها واتها عبادة إنكا مدن تاسبانا مارتا كمرقاتي كعينا محامر كدت كميثاق اسمارك تلوغا قاري إنا نيدفيرين و أنا مرك قيام اللجارو أنا يديهن إن كنا عن هذا غافلين أرجع نقول غفلان بك جسوجنين أو وحبم معرفة لما الصعن وحبم معرفة إنه مشي يجي إن أنا يديهن حديث كرسول كان صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم أي وري إنه وحوأها أو أنا وري رسول كان صلى الله عليه وسلم كيري يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار قال وحقو مارتي كل هاي ومرك قيام اللي قالوا أهل النار كا متكودة وعذابك خفيف سن وعذابك فوض وحقو لي لو كان لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها هديئات هاي ستو وما أنت ملكي قادة أي كجيران الدنيا يوحلو كجيران بس كفر الله فيقول وحقو لي نعم ها بس كفر الله إنو بدبادر وانك نارتك بدبادر وقت فيقول مركز ألا وحليه قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم وحن كاضل بي وحن كان كفض أضو ربرك آدم كجر ومحليه كاسي وألا تشرك راوي وحليه وحن مرين أنه يري ولا يدخلك النار إن هذا شرك لا إيمان ومركا أنور أنكو بلنق هذا إن هذا النار مارت الجرين فأبيت إلا الشرك وأديد إن الشرك كل عدم وجي وحكى له وأديد فالميثاق إشارة وأخذ عليهم الميثاق به أمارة ميثاقي أوقع عادي ذاتك يجو ما عرفتي لبرك أبي ألكوت كوجر وأرسل به رسوله إليهم وأنا أرنك الأرسشي صلى صادر الرسشي محان الله صادر وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يا رسول ما أنا صادر هذا هو ارتعب لله يا رسول قال له إلا وحن وحيوني إني كحق لو عابدا مجره أنا قم أوقيه يا عابدا كلي يا عابدا عبادة وكري يا تاسر الله صادر جير الرسوش وأنزل به كتبه عليهم وأنا أرنك على كتب سمارتي لسو دجي ولأجله خلقت الدنيا والآخرة أرنك درتي سبعنا الدنيا آخرة با لو أبور والجنة والنار هي جنة نارتي وبه حقة الحاقة أرنك أسيانا مارتي مدي حقة اللقومة عابا أي كل بوذي وحيوهر الله إنكر سنة يا رب نقضة وإسو صبحنتي إلا سحسابين دونه يسعب المرينتي تطبضان با إنكر سنة ربي مارك مالك اسمه قندونا أما أرين كاسي موجينيسا بغوي حولي وحاق الله وقوم عابي صافتو أهلي أنها حقت مارتي سقم بين نقطتي فلا كاذبة لها يعني واحد بينين كراي مجران وحاق الله مارتي اللي وقوم عابي وليها وقيل كلا قيل كلا جري وحيامه مارت لبطا هي حقائق دي يا أيضا مركا كوكو ذا جرا أو وحا مارتي مركا سقنانا يا أبان منتلسكو أبان مرناي أعماش
سجنانا مركا يحقو ذا محالك وذا يجيبو بانك وذا ووقعت الواقع واقع ويدع يعني تيدع عيسي يا دعضا واقيها مذي مركا أرنكا سابت سابت وضدك مركا أدونك جوجين ولو سجي وحال سي خيار بارسي قدرة لسي وحال رتو وحكو سمعين كران وحكو كلا دوران كران لكن جزو هو قرمة وآخرة ما قالت مركا قفكي توحيد كليمت وإيمان كي زمارت أوفعنا وعماشي سئيها كاك سنيت لوناك بالغو أبال مريا قفكي كلاو عكسي سأهانا ما رأيت تيوح مدين هاي عقابي عذاب درنبو مدين وفي شأنه أرنكيسة يانا ما رأيت تي تنصب الموازين ميزان ندي عماشي تي وناك سنيت يتي حميد لو كلا ميزان معي لميزان بقى ألا تجين دونا ما نكا قيامه ولو كلا ميزان معي عماشي دادك تي وناك سنيت تي حميد مدي بضاته يالا فيرنايا إذا شأن جيس تعيد كاس يا تتطاير الصحف يعني وراقه هي كتابة ذاتك إلى هايان يوحلوا وحل قرج رموكت مركز قفنا هاد موكت وحنا قنا قف ليباني وامتحان كي كوب باصي قفنا وحنا قنا قف قف داعي قف با مركز كتابك وحقوق قبسنا يا ميديك تيسا قفنا وحقوق قبسنا يا بيدحيس وفيه تكون شأن جيساس يا ما تش أي أهاتا الشقاوة وسعادة دور درس جيئيو مارة الليبانتي وعلى حسبه مارة سيكون جانجوان يا تقسم الأنوار يعني هاد بسيطة مارة وإيمان كاسوها مارة عبادة أي أهيد يا لو قيب عددك نور كأي هلايان آخره لنور بألوبة هاي لغم رجدك ومن لم يجعل الله له نورا وفكي أنا له نور ويهلين وكتابك الله يسنى رسولك صلى الله عليه وسلم وكوها نونه فما له النور نور مره هنون ما هيستو وبالله التوفيق.